على مساحة 60 هكتارا يتربع أهم مشروع استثماري بولاية بشار، مصنع الإسمنت بمنطقة بن الزيرق، والذي ينجز وفق مقاييس عالمية بشراكة جزائرية صينية بمعدل إنتاج 1,000,000 طن سنويا عند دخوله الخدمة العام المقبل. مدة الإنجاز 32 شهر. أول كيس أسمنت إن شاء الله يخرج من المؤسسة في مارس 2020. الشركة الصينية سي بي ام اي هي مكلفة بالتصميم وتركيب المصنع. المصنع متقدم مع الأداء الأجل التعاقدية نتاعو. هناك مشروع ربط المصنع بالسكة الحديدية. المشروع الذي رصد له مبلغ 28 مليار دينار جزائري يسير بوتيرة متسارعة، حيث ساهم في خلق حوالي 100 منصب شغل حالي لفائدة شباب المنطقة، والأفق 500 منصب مباشر و800 غير مباشر عند بداية استغلاله. فرصة كبيرة بالنسبة لي كشخص، ويبقى هذا مشروع عنده أهمية كبيرة للمنطقة تاع بشار. وتم توظيف كفاءات كثيرة من مدينة بشار، والمصنع هذا في شغل خلق فرص عمل وخلق بزاف في شغل سيرتو المنطقة كما هذه الصحراوية في الجنوب الغربي. المشاريع كما هكا الكبار قلال، له فروع في 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 القناتسة لاستخراج مادة الجبس، وفرع في تغيث لاستخراج مادة الرمل، وفرع في بن زيرق لاستخراج مادة الطين. وبهذا مناصب الشغل تكون في جميع الدوائر ولاية بشار. هذا الإنجاز الحيوي والهام رعي في إنجازه المعايير البيئية المطلوبة، وسيعطي للمنطقة ديناميكية اقتصادية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج مادة الإسمنت وبنوعية جيدة، والآفاق التصدير إلى الدول المجاورة.